أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الجلوس على فرش الحرير؟ لا يجوز، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء استعمال الحرير فرشا، هذا أمر لا يجوز، إنما أبيح للنساء للتجمل، والفرش ليس فيها تجمل، فالعلة ليست موجودة في الفرش التي من أجلها أبيح للنساء. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وهل يجوز استخدام فرش الحرير في غير الجلوس؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا استعمال الحرير، لا يجوز لا في الجلوس ولا في التعليق على الجدران ولا في اللباس، لا يجوز استعماله لما فيه من الفخر والخيلاء والإسراف. نعم. لكن الآن في أشياء تسمى حرير وهي ليست حرير، يسمونها الحرير الصناعي، هذه لا تأخذ حكم الحرير في التحريم لأنها ليست حريرا وإنما هي حرير صناعي، يسمون حريره ليس بحرير، وقد يشبه الحرير في النعومة واللون لكن ما هو حرير. نعم.